إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان والقدس، أحييكم وأقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هنا عمان. سيداتي وسادتي، احتفالا بافتتاح الإذاعة الأردنية، تقيم رئاسة التوجيه الوطني في الساعة 8:00 من هذا المساء حفلة ساهرة يشرفها بحضوره حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح محطة الإرسال الجديدة للإذاعة الأردنية الهاشمية. عمان تقدم. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامجا خاصا بمناسبة عيد الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. صباح الخير مشاهدينا، متواجدين اليوم معكم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، إذاعة صوت الحق، ورح نكون معكم جولة بأروقة الإذاعة الأردنية حتى نتعرف على آلية عملهم. خليكم معنا مشاهدينا بهذا التقرير. صباحكم سعيد. الإذاعة انطلقت من موقعها الحالي في عام 1959، يعني احنا بنحكي تقريبا عن 64 عام في عالم الإعلام، اكيد مش قلال. الحمد لله رب العالمين، على مدار هالسنوات الإذاعة بقيت مستمرة وقدمت التثقيف والتوعية والأخبار ونمت الهوية الوطنية والتراث الأردني والأغنية والدراما وكل شيء. الإذاعة الأردنية يعني هي أول وسيلة إعلامية إذاعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا البرنامج تحديداً اللي الآن احنا موجودين فيه وبرنامج البث المباشر انطلق في عام 1974. احنا بنحكي عن 49 عام، بنحكي العام القادم إن شاء الله راح يتمم 50 عام، وهذا رقم يعني ليس حتى على صعيد وطني، هذا على صعيد عربي رقم كبير. 50 عام من هذا البرنامج اللي خدم كل الأردنيين، كل الأردنيين تواصلوا معه، طرحوا قضاياهم وملاحظاتهم، لاقى اهتمام كل المستمعين، كل المسؤولين كانوا يسمعوا هذا البرنامج. لعلها القضايا الصحية هي الأكثر ألما وحزنا، صدقني، بس كنا نقدر وننجح أن ندخل حدا للمستشفى لإجراء عملية بوقت أسرع، يعني كنا نشعر في حالة من الفرح في الجاليري وفي الاستوديو، زملاء الإعداد، السوشيال ميديا، فريق التقديم، نفرح جدا. والحمد لله رب العالمين، نعتبر أنه هذا الإعلام الحقيقي، أنا بنقدم خدمة للمواطنين بشكل عام. مرت علينا قضايا مؤثرة جدا ومرت علينا قضايا طريفة. شخص حكى معنا طلب يعني أنه يتسمى الشارع اللي ساكنين فيه باسم والدته على سبيل المثال، وطرحنا هاي القضية على رئيس البلدية، تبين أن والدته وحدة مؤثرة في مجتمعها والناس بيحبوها، فعلا تم تسمية الشارع باسم والدته. شعرنا بالسعادة وسعدنا أكثر وتألمنا وحزننا معه وهو بيبكي على الهواء، بس خبرنا أنه تم تسمية الشارع باسم والدته. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من تاء التأنيث. كالمعتاد من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على قصص نجاح نسائنا، فتياتنا الأردنيات المبدعات في كل مكان. يعني أول شيء بقدم تهنئة لكل الزملاء ولهذه المؤسسة العريقة اللي دائما كانت حاملة الصوت، صوت الحق والكلمة الصادقة والمعلومة
الحقيقية اللي دائما بنستند فيها للمصادر الرئيسية. بنقول لهم كل عام وانتم بألف خير، كل عام والجميع بألف خير. ومننسى أنه هاي المؤسسة كان لها حضور قوي سواء في الماضي أو في الحاضر، وإن شاء الله للمستقبل، يعني في ظل أنه إحنا دائما مواكبين للتطور، إحنا دائما المصدر الحقيقي لكل معلومة بتصدر في هذا البلد. My favorite rock bands that was Scorpions and Still Loving You right here on Radio Jordan 96.3. The station you grew up with, it's 20 minutes past 10, and stay tuned, my friends, for musical memories. بحب أحكي لكل زملائي كل عام وهم بألف خير، أكيد تحديدا طبعا باسمي أنا غادة شقديح بالإذاعة الأجنبية، وكل العاملين بالإذاعة الأجنبية أكيد كل عام وأنتم بألف خير لكل الزملاء بالإذاعة، وبشكرهم على مجهودهم طبعا بهالسنين الطويلة. مرحبا، يسعد أوقاتكم. أنا اسمي غامدي حداد من الهندسة الإذاعية، بحب أعايد لزملائي وبمناسبة عيد الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الكرام، كل الأبواب قد تبدو كبيرة ويصعب فتحها، ولكن بالعزائم يتحقق الهدف. عزيزي المستمع، جدد نشاطك كل صباح، واشحن نفسك بالطاقة الإيجابية، وواصل المثابرة حتى تصل إلى أحلامك. أنا ماهر جابر، أقدم الآن برنامج نهاركم سعيد عبر أثير إذاعة عمان FM، ويشاركني في تقديم هذا البرنامج الزميلة إيمان العايد والزميل المشهور الحنيطي من الهندسة الإذاعية. في العيد 64 لإذاعتنا الحبيبة أم الإذاعات الإذاعة الأردنية بكافة موجاتها، أقول كل عام وإذاعتنا الحبيبة بألف خير، كل عام وجميع العاملين فيها بخير، وجميع المتقاعدين منها بألف خير، وكل عام ومستمعي إذاعة عمان FM بألف خير، وأتمنى مزيدا من التقدم والنجاح والازدهار لإذاعتنا الحبيبة في وطننا الغالي علينا جميعا، في ظل قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني، وتستمر المسيرة. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. أيها الأحبة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. كل عام والوطن قائدا شعبا أرضا وضيفا بألف خير، كل عام والأسرة الإعلامية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بألف خير. نتمنى دائما أن يكون مستمعنا ومتابعنا الكريم دائما بألف خير. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا أينما كنتم وكيفما حللتم، واسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل برنامج متابعات لهذا اليوم. مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، وعلى اقتفان بالمراقب الرئيسي. لا تزال الإذاعة بتلعب دور هام وفعال بتوعية وتثقيف المجتمعات، الاستماع لمشاكل والقضايا المواطنين عبر أثيرها، دائما بنسمع لقصصها ورواياتها اللي ارتبط وجودها بوجدان الشعوب. يعني كل عام وجميع الزملاء بألف خير، كل عام وإذاعتنا بألف خير. موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه رولا النجمي، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تنهي عملية ترشيح 23,603 طالب وطالبة ممن تقدموا للحصول على المنح والقروض الداخلية، وترسل لهم نتائج الترشيح على أرقام هواتفهم الخلوية. تولي الإذاعة الأردنية الثقافة والمثقفين الاهتمام الذي يليق بهم، وظلت منذ تأسيسها درة التاج الهاشمي والقلعة الوطنية الثقافية الشامخة ومركز الإشعاع الثقافي والحضاري. أجرت الإذاعة لقاءات مع أدباء الأردن وكتابه، وكشفت النقاب عن عشرات المبدعين ونمت مواهبهم وقدمت الثقافة لجمهورهم. هي 47-47-201 و47-47-202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.